حديث الشهد كالأنسام يبعثها، كأنه البدر يمحو دلجة الظلم، كأنه النور في إشعاع بيرقه، يهذب الروح يعلي هامة القمم. يا روح وريحان وبلسمها يروي ضمائرنا بالخلد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. أيها الأحباب الكرام، خلق الله تبارك وتعالى الخلق وشرف الإنسان وكرمه وأعلى حظه على غيره. قال الله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ثم خص الله تعالى من بني الإنسان، خص منهم الموحدين المسلمين المؤمنين. فلماذا شرف الله تعالى أهل الإيمان وخصهم بالذكر عن غيرهم؟ لو قرأنا القرآن من أوله إلى نهايته نجد أن كل خطاب التكليف، اسجدوا اركعوا أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، نجد أن خطابات التكليف وجهت إلى المؤمنين: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، آيات كثيرة جدا. فلماذا قرب الله تعالى أهل الإيمان؟ الجواب أن أهل الإيمان هم الذين يحملون رسالة الدين، وهم الذين يرشدون بقية الخلق إلى رب العالمين، ولذلك أمورهم جميعا على الرضا والخير، أمور أهل الإيمان على الرضا والخير. واليوم ونحن نتأمل أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نحاول أن نتلمس شيئا من ذلك المفهوم مع حديث جديد. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم عليه رحمة الله. هذا الحديث عن صهيب رضي الله تعالى عنه، صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن. سبحان الله، عجبا لأمر المؤمن. أمر المؤمن أي شأن المسلم، حال المؤمن. إذن حال المؤمن وشأن المؤمن عظيم جدا ومستقيم جدا وعلى الرشد جدا، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من حال المؤمن، حال المؤمن. أقول ذلك ليسأل كل واحد منا نفسه عن نفسه، اسأل نفسك عن نفسك: هل أنا ممن يسير في طريق الإيمان حتى يستقيم حالي وحتى يستقر شأني، فأكون داخلا فيما مدحه الله وداخلا فيما عناه رسول الله؟ عجبا لأمر المؤمن. ثم قال: إن أمره كله خير. يا سبحان الله، أمر المؤمن كله خير. إن أمر المؤمن كله خير، عند الرضا وعند السخط، عند الغضب وعند السرور،
عند الحزن وعند الفرح، عند الحزن وعند الفرح. سبحان الله، هذا أمر عجيب. إن أمره كله خير، إن أمره كله خير. حياة المؤمن كلها خير، خير. والخير اسم جامع لكل معروف، كل حاجة جميلة وحلوة ومستقرة وهادئة وناعمة ورفيقة وجميلة، ده حال المؤمن، هذا حال المؤمن. ولذلك من خير الصدقات أن تلقى أخاك بوجه طلق. قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. المؤمن باطن وظاهر، الباطن معلق بالله، والظاهر مؤدب محب للخير، لا يؤذي أحدا، ده حال المؤمن. يبقى الباطن معلق بالله، والظاهر مؤدب لا يفعل إلا خيرا، إذن هو في طاعة الله، في عبادة الله، نافع عباد الله، وفي الوقت نفسه لا يؤذي أحدا، لا يؤذي أحدا. إن أمره كله خير. وبعدين كلمة كل تدل على ماذا؟ تدل على العموم، تدل على العموم. يبقى في نومه أمر خير، وفي حياته أمره خير، وفي كلامه خير، وفي أكله خير، وفي شربه خير، وفي عمله خير، وفي عبادته خير، وفي صمته خير، وفي كلامه خير، وفي سفره خير، وفي إقامته خير، وفي مشيه خير. هو خير كله، لا يتصور منه إلا الخير. في حديث أبي ذر عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله. يعني الإيمان بالله ده أفضل العمل، أحسن عمل الإيمان بالله عز وجل. قال: فأي الرقاب أفضل؟ إذا أردت أن أعتق رقبة عبد أو جارية، فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال: فإن لم أجد، قال: أن تعين صانعا، وفي لفظ أن تعين ضائعا، أو أن تصنع لأخرق، الأخرق المسكين الذي لا يجد أحدا يساعده. قال: فإن لم أجد يا رسول الله، لن أقدر، لا أستطيع أن أعتق رقبة، ولا أستطيع أن أساعد محتاجا، ولا أستطيع أن أقدم أي صورة من صور النفع للمسلمين، ماذا أصنع؟ فقير وضعيف، ولا عندي شيء أقدمه لأحد، ماذا أصنع يا رسول الله؟ قال: أن تحجز شرك عن الناس، لا تكن شريرا، أن تحجز شرك عن الناس، لا تؤذي أحدا. فإن تفعل، إذا لم تؤذي أحدا، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. بعض الناس ابتعد عن فلان، ربنا يكفينا شره، انت رجل مؤذي، يقول انت رجل مؤذي، فهذا الرجل إذا لم يجد أحدا يؤذيه آذى نفسه. يا إلهي، نعوذ بالله من شر هؤلاء. أما المؤمن فإن أمره كله خير، كله خير. أمره مع والديه، مع أولاده، مع جيرانه، مع أصدقائه، مع أقاربه، مع أحبابه، مع أعدائه، حتى مع الأعداء، حتى مع الأعداء. إذن إن أمره كله خير، إن أمره كله خير. هذا المفهوم إذا تأملته وجدته منهج حياة. لابد كده أن تنادي على نفسك: أنا أحب الخير وأعمل الخير وأتلبس بالخير. وهذا المعنى رشحه وقواه وأكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في جملة عظيمة. هذه الجملة نعلمها بعد الفاصل، فتابعونا وجزاكم الله خيرا. حديثه الشهد كالأنسام يبعثها، كأنه البدر يمحو دلجة ظلمي.